تعمل كل او راح كل اجنبي انه مدرب باتريك ليفيك في هذه المباراه في المقابل الموسم. مجدي المصراتي يمر مجدي المصراتي اولى وثانيه ويوصل العمليه للي صار في اتجاه مروان تاج عطاير يسدد هاي عاد العمليه مجدي المصراتي ثم مروان تاج كما جاء توصل لحد الان ضربه جزاء انا لا اقول مهدوره وما نقولش ضيعها لعب الملعب التونسي ما سددش خارج المرمى ولا استنى امير العكروتي موه مجدي المصراتي دون تعقيد يضع الكره في الشباك وهدف التعادل. شوط اول ينتهي على التعادل هدف مقابل هدف. المناسب والهدف نجم نقولوا جاء عن طريق جمله كرويه وجمله تكتيكيه طبقها الترجي اكيد العمل هذا مخدوم في التمارين. اكيد ما تنجم تكون كان مخدومه في التمارين وهي الاولى في المباراه. لانه مقنع تعرف لاعب دولي مجدي التراوي لاعب ارتكاز من الطراز الرفيع يحذق ارتكاز الكره يحذق بناء الهجمه يعني لاعب ما يستغناش عليه الترجي. الفتره الاولى الملعب التونسي بواسطه حمدي المبروك كان تقريبا في وضعيه وجه لوجه. لكن بعد ترويض الكرة أخطأ في التصويب ضيع عليه الكرة عند التصويب مروان تاج مع خالد المولهي مروان تاج متوسط ميدان الملعب التونسي يبحث على المساحة ويرجع للخلف لحمدي المبروك الكرة على الجهة اليمنى فخر الدين باني يمشي لكواسي مجدي المصراتي فنية عالية لمجدي المصراتي الرجل اليسرى خاصة مجدي المصراتي تمريرة دخل المنطقة هذه تتماشى مع إمكانيات اللاعبين نتاعو وكذلك مع اسم وحجم المنافس ودرجة الاستعداد نتاع المنافس. فرصة أخرى الملعب التونسي محمد بن عمار محمد بن عمار دخل المنطقة ويسجل ينجح في التسجيل الملعب التونسي الهدف الأول في محور دفاع الترجي الهدف الأول للملعب التونسي بعد إمداد من مجدي المصراتي. إمداد ممتاز لكن شوف هذه المشكلة نتاع أنه الظاهرين نتاع الترجي خالد القربي ياخذ مكان خالد المولهي وهذه الإعادة أكيد باش نشوفوا تسلل ولا اللقطة ماهيش واضحة برشا لكن مساعد الأول يقول أربعة أو أربعة ضد أربعة أربعة ضد أربعة كرة الملعب التونسي ياخذها مجدي المصراتي يتقن التصويبات يصوب وفوق المرمى وفوق المرمى مجدي المصراتي بالرجل اليسرى وبين كواكو لعب الارتكاز الإيفواري لفريق الملعب التونسي نهاية كرة لدريس المحيرسي ما تخلطش لوجدي بوعازي مرة أولى ثانية تخلط كريم العوادي ضيع هذه الكرة مجدي المصراتي في هجمة معاكسة لفريق الملعب التونسي تسبق منه حمزة الزكار كرة من جديد للملعب التونسي مجدي المصراتي مجدي المصراتي هذا محمد بن عمار وأسبق ملعب التونسي انتصر في 40 مواجهة شوف اللي عاد هي اللي عاد يعني محمد بن عمار لكن خبرة السنوات العديدة اللي عداها في النادي الأفريقي أكيد تبع هذا الهجوم هذا هجوم انطلاقة رائعة من مروان تيجة من مفتح الغربي مروان تيجة من ماهر الحداد يقص فتح الغربي من جديد العرقلة احتكاك بين مجدي المصري على الجهة اليسرى وين موجود أحمد الصحراوي يرفع الكرة محمد بن عمار بلمسة فنية بلمسة فنية وهدف الهدف الاول ملعب تونسي يتبع اللي عاد يعني عمل ممتاز على الجهه اليسرى من احمد الصحراوي يلعب الكره على محمد العمار اللي لمسه فنيه مجدي المصراتي بينه وبين فتح الغربي رقم 15 حمدي المبروك بالساقه لفوق ما زالت الكره اسامه السلامي مجدي المصراتي مجدي المصراتي كره للملعب التونسي مجدي المصراتي يبحث عن المسندي يلقى الظهير الايسر احمد الصحراوي احمد الصحراوي يلعب الكره مجدي مجدي المصراتي مجدي المصراتي يتوغل داخل منطقه 18 مجدي المصراتي العرضية أولى الفرص المعطوسة هي اللي عادة شفت توغل يعني من مجدي المصراتي مهارات فنية كبيرة يتوغل يوزع العرضية الكرة تلمس ما تلمس ثم أخرى إن شاء الله الفرجة مضمونة في كل مباريات الرابط المحترف الأولى لكرة القدم انطلاق الكرة من أسامة السلامي على الجهة اليمنى يلعب الكرة مع مجدي المصراتي مجدي المصراتي وين موجود فيه الخاص ضربة جزاء للملعب التونسي 44 دقيقة لعب دقيقة قبل نهاية الشوط الأول وضربة جزاء اللي فايدة الملعب التونسي مجدي المصراتي في التنفيذ أمامه الحارس عبد الرحمن بعبورة مجدي المصراتي يتقدم رويدر رويدر ويضرب الكرة في شباك الحارس رامي جريتي أو عبد الرحمن بعبورة هذاك عليه تباطأت نسبيا ربما في التعليق على عمليه ضربه جزاء مع ربما خروج الكره الحكم الياس السويدان يعلن ويشير للمصراتي باعاده عمليه تنفيذ ضربه جزاء دخول اللاعبين مجد المصراتي من جديد يصوب والهدف الاول الهدف الاول لفائده الملعب التونسي
انطلق في لحظات الأخيرة، وهذه الإعادة لضربة جزاء الإمضاء للاعب مجدي المصراتي القفصة. 1-0 هدف يجي مع اللحظات الأخيرة، ومعها 3 دقائق في الوقت البديل، شارت الحكم الرابع في الوقت البديل. إسيامو، إسيامو ترجع من إبراهيم أبا، ورائية من المصراتي، المصراتي لابراهيم أبا، عكس الهجوم للملعب التونسي. المصراتي يبحث شكون يلقى، يلقى رضوان بن معروف بالتسديدات القوية، ينفذ مجدي المصراتي والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الملعب التونسي في توقيت 35 دقيقة لعب. افتتاح النتيجة، قلت اللاعب معروف بتسديداته القوية، ولكنه غلط الحارس مجد بن علي. مجدي المصراتي يفتتح النتيجة في الدقيقة 35، هدف مقابل صفر. الملعب التونسي يتقدم من كرة ثابتة يغالط بها مجدي المصراتي الحارس مجد بن علي، كرة تصطدم يعني. فهل يكون الفيستيفال بالأهداف مش بالشماريخ؟ على كل ترجع كرة مجدي المصراتي، مروان تيج 1-2 مع محمد بن عمار، فاض على النتيجة نتاعو نبيل الكوكي، ومن حق أي مدرب. أنا بصراحة يعني بالنسبة لي غير متوقعة في الانتصار الملعب التونسي لحد الآن. دانييلو بيترولي يوزع كرة أولى، تقطع من الدفاع من مروان تيج، ممتاز في التغطية في المحور. إيهاب المساكني، مروان تيج يطلب كرة في اتجاه لمجد الشهودي، مروان تيج في التغطية يرجع كرة لوسط الميدان، ثم إيهاب المساكني، مجد المصراتي كمل عملية، توصل بهدي بن ضيف الله، مجد المصراتي تبادل الكرة في منطقة ضيقة الملعب التونسي بالحكم محمد بن حسانة. أي الملعب التونسي والنجم السياحي.